كلية عمان للسياحة تستحدث عدداً من الدورات القصيرة لفئة الباحثين عن عمل، والتي تؤهلهم لفتح مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة في مجال السياحة والضيافة. وزارة الزراعة والثروة السمكية تصادر أكثر من 350 كيلوغراماً من الأسماك الفاسدة من صنفي الجزر والسنسول في سوق الرستاق. الاحتلال الإسرائيلي يحكم على الطفلة الفلسطينية ملاك الخطيب ابنة 14 ربيعاً بالسجن شهرين وبغرامة مالية تقدر ب 1500 دولار أمريكي، لتكون بذلك أصغر معتقلة فلسطينية في سجون الاحتلال. مصادر إعلامية تعلن أن الجيش الصيني سيشدد القيود على الخلفيات الفكرية لجنوده، وسيفرض رقابة صارمة على استخدام الإنترنت والهاتف المحمول في محاولة لمكافحة تجسس القوى المعادية. تقارير صحفية تؤكد وجود رغبة قطرية للحصول على خدمات المدرب الإسباني غوارديولا المدير الفني لفريق بايرن ميونخ لتدريب العنابي من أجل تحضير منتخب قوي في كأس العالم 2022.